السلام عليكم مزول فلاون، مرحبا بكم في صفحتكم وقناتكم أثاث الثقة. أثاث الثقة كما ودتكم رانا نقراو في تعليقاتكم ونجيبو لكم صالونات حسب طلباتكم. خاوتنا شفناكم ديمونديتو بزاف لي صالون ماروكا، قررنا نجيبو لكم هذا الموديل لي بزاف شباب خاوتنا. قبل ما نبداوه ونشرحوه لكم بالتفاصيل نقول لكم ابوني وفعلوا زر الجرس هكا باش يلحقكم كامل جديد، وما تنساوش رانا دايرين لكم هدايا قيمة خاوتنا. روحوا شوفوهم في الفيسبوك في اليوتيوب ومام في الانستغرام خاوتنا، روحوا ضربوا طلا وشاركوا. سينو نبداو على بركة الله بهذا لو صالون ماروكا كيما راكم تشوفوا خاوتنا. ماروكان بلس كيما سميناه، حاجه ما شاء الله كيما راكم تشوفوا في لو ستيل ال. لي ميزور تاعو خاوتنا 2.73 من الجهه اليسرى و 2.73 من الجهه اليمنى كذلك خاوتنا كيما راكم تشوفوا، واسع حاجه الله يبارك خاوتنا. ننتقلوا ونورو لكم لي كوتي تاعو كيما راكم تشوفوا خاوتنا، حاجه ما شاء الله يعني كاينه كم خاو في القاده اللي راهي بدي طرونت، حاجه ما شاء الله فيها انسكولتاج كامل في الهيكل الخارجي كيما راكم تلاحظوا خاوتنا، اللي راهو كامل اون بوا اتر من نيمبورت كال خشب راح تشوفوه الان خاوتنا، راهو اون بوا اتر. معناتها هذا لو صالون كومبلي بخشب بزان، حاجه ما شاء الله. المخايد تاعو راهي فيهم نفس الكمخه تاع القاده خاوتنا، يعني حاجه اللي راهي اسورتي حاجه بزاف شابه خاوتنا، يعني الديزاين هذا اللي راهو رائع بزاف. لي سكولتاج اللي راح تلقاوه كذلك في القاده في الظهر يعني كيما راكم تلاحظوا خاوتنا، حاجه ما شاء الله. راح تلقاو كذلك هذا لو موتيف وسكولتاج في لاكودوار تاعها كيما راكم تلاحظوا خاوتنا، ولا فينيشو كيما راكم تلاحظوا من لاريير في الكوتي ومام من القدام، حاجه ما شاء الله. كيما على بالكم كاين زوج لي بونكات والفرماجه كيما راكم تشوفوا خاوتنا، يعني القاده نفسها دي 30 الخشب كامل راهو اون بوا اتر، حاجه ما شاء الله. تيسيو اللي راهو بالانتيطاج نفس السكولتاج اللي راح تلقاوه في الخشب كيما راكم تلاحظوا، يعني من تحت ومام من الفوق كيما راكم تلاحظوا. لي جيدي تاعو خاوتنا فيه ان ديزاين اللي بزاف شباب كيما راكم تلاحظوا، يعني حاجه اسورتي مع القاده خاوتنا، يعني هذا لو صالون راهو فخم وبزاف شباب كيما راكم تلاحظوا. هذا لو صالون كذلك راح تستفادوا معاه بطابل باز خاوتنا كيما راكم تلاحظوا، هذا لطابل باز يعني راهي يونيك، حاجه ما شاء الله كيما راكم تشوفوا. هذوما تقدروا تستعملوهم كيما ميني طابل خاوتنا، يعني تربيو فيهم ولا مام تقدروا تستعملوهم خاوتنا باش تقعدوا فيهم، يعني كيما نقولوا احنا طابوري خاوتنا، حاجه ما شاء الله كيما راكم تشوفوا راهم مخدومين كامل اون بوا اتر. هذا طابل باز لي بزاف شابه خاوتنا، راح تجيكم مع لو صالون تاعكم، يعني قاعده زجاجيه في اللون الاسود كيما راكم تلاحظوا، ولونكادرومون اللي راهو كامل اون بوا اتر، حاجه ما شاء الله. لو سكولتاج اللي حيكون يعني متناسق مع لي بونكات تاعكم خاوتنا. هذا لو صالون ماروكان بلس لي بزاف شباب خاوتنا، نتمنى نال اعجابكم. ماذا بيا في لي كومونتير خاوتنا تقولوا لنا واش رايكم فيه، يعني نوتيوه سير 10. اما بالنسبه للسعر تاعو راهو ب 24.800 مع النقل والتركيب، مجاني ل 58 ولايه. للطلب والاستفسار ارقام راهم اسفل الشاشه. شكرا لكم على متابعه الفيديو، نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله، وبعد الكلام سلام.